قرية الكشف عن داء السكري تحط رحالها ببسكرة. في سياق جولة عبر ولاية القطر، جابت إلى حد الآن 14 ولاية على خلفية أهداف محددة. هدف تحسيسي وتربوي للمواطنين فيما يخص للتعرف بأعراض داء السكري والعوامل المسببة لداء السكري. الهدف الثاني كشف مبكر للناس، يعني لكل المواطنين اللي يحبوا يكشفوا ويعرفوا إذا كان هم مصابين بداء السكري أم لا. القرية تضمن للمواطنين فحوصات طبية مجانا، فضلا عن تحسيس الجمهور بضرورة تجسيد الشعار لنغير داء السكري. ديرونا كلش قرات في جماعه مال فين ديروا بالصوارد لي جانا مال فين ديروا 6000 دينار بوي 1000 دينار فيزيت ب 1000 دينار. بالموازاه مع هذه الفعاليات الصحيه، تم فتح مركز البارومتر السكري، وهو نظام الكتروني لجمع المعلومات واحصاء الاشخاص المصابين بالداء. العدد اللي اعطاته المنظمه العالميه للصحه قالت لك تقريبا 380 مليون مصاب بداء السكري في العالم في 2020، لكن هذا العدد عاودت وعطاتك قالت لك الان نقدر نوصلوا حتى 520 مليون مصاب بداء السكري. اموال طائله تنفقها الدوله لمكافحه مختلف الامراض، واموال اخرى ينفقها المرضى طلبا للشفاء. والحكمه تقول الوقايه خير من العلاج.